بس الذكر خارج البيت ده اكل عيشه، ده شغله، عايز منه التزام، مش عايز منه رعايه واهتمام. ففي رجاله ليهم حنينين جدا مع اصحابهم، وحنينين جدا في شغلهم، وحتى بعض المديرين في الحكومه وفي الشركات تلاقيه يخاف على موظفينه جدا. انا ما بقولش واحد يبقى مفتري وظالم، ما بقولش كده، بس يبقى مهتم جدا بان كل حاجه تمشي صح، مش مهتم جدا ان هو يريح اللي حواليه وان اللي حواليه يبقوا مرتاحين، لا، مهتم بالصح، مهتم بتحقيق هدف، مهتم بالالتزام، ان كل واحد يلتزم بدوره. الذكر بره بيته ملتزم، مش حنين، مش راعي. هنلاقي رجاله كتير جدا مع اصحابهم وفي تعامل مع الناس حواليه وفي شغله ليهم عايشين في دور الحنيه ده، دور الرعايه والاهتمام ده، وده دور مش جيد، مش دور ذكوري. او نلاقيه جوه بيته حد جدا، ودي منتشره جدا، وبيفتكروا ان دي رجوله. اي ذكر يهين انثى مش راجل، او راجل مضطرب. يعني ان فطره الذكر تكريم الانثى، وفطره الانثى تكريم من الذكر،